السلام عليكم. راح نخصص فيديوهات كاملة فقط نشرح على الكريمات الفعالة المستخدمة لتوحيد لون البشرة وتقليل التصبغات والكلف اللي أكثر الأشخاص يعاني من عتها. وسابقا نشرنا فيديوهات قلنا ما يصير تستخدمون الخلطات الجاهزة أو العصارات اللي تحتوي على ستيرويد. فاليوم جبنا لكم صابونة وجبنا لكم كريم ليلي من شركة دكتور راشل، تستخدم لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات والكلف والبقع الداكنة. هذا النوع جدا مناسب، تقدرون تستخدمونه يوميا، ولازم تاخذون الاصلي حسب الفسفورة هنا المختومة بختم دكتور راشل، وايضا الصابونة تستمرون عليها فترة شهر او شهرين او اقل من شهرين او شهر، راح تحصلون على نتائج جدا فعالة. ومن تتركها ما بيها اي مضار او مشاكل مثل بقية العصارات المضرة اللي تحتوي على استيرويدات. الاستخدام مالته يوميا، هذا الكريم يستخدم بالليل بعد غسل الوجه وتنشيف الوجه، ايضا راح تستخدموها يوميا بالليل، تقدر تستخدمها للوجه، تستخدمها للرقبه، يعتبر من افضل الكريمات المستخدمه لتفتيح البشره. وايضا الصابونه مالته ويا تستخدموها قبل الكريم وايضا تغسل بها صباحا. سعر هذين الاثنين راح يكون 20,000. اكثركم يسالني على الاسعار فذكرت الاسعار. تحياتي.